السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، الفيديو تبعنا اليوم رح يحكي عن موضوع الأوراق المطلوبة للم الشمل للأشخاص اللي بدهم يعملوا لم شمل من السفارة الألمانية ببيروت، تمام؟ رح أقول لكم شو الأوراق المطلوبة بالنسبة لموضوع لم الشمل بهذا الفيديو إن شاء الله. حبايبي اللي عم شوف فيديو عندي بالقناة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملوا لنا لايك لحتى نستمر أكثر وأكثر. يلا خلينا نبلش. تمام يا جماعه، هلا تفرجوا شو مكتوب عندي هون. انا مكتوب عندي هون بوتشافت دير بوندس ريبوبليك دوتشلاند بيروت، اللي هي السفاره الالمانيه ببيروت. هي المعلومات اللي جايب لكم اياها والمستندات المطلوبه جايب لكم اياها من موقع السفاره الالمانيه ببيروت، وراح احط لكم موقع السفاره الالمانيه عندي بالوصف. فوتوا على الوصف، اللي بحب يفوت على موقع السفاره ويشوف هذا الشيء بعينه كمان راح احط لكم اياه بالوصف، يعني صحيحة 100% بإذن الله. تفرجوا شو كاتبين على هن. أول شيء هون لم الشمل إلى شخص معترف به كلاجئ. هاي الأشخاص اللي بتعمل لم شمل موجودة هون بألمانيا عندهم صفة اللجوء. هون مكتوب على جميع مقدمي الطلبات بمن فيهم الأطفال والرضع والعجزاء الحضور شخصيا عند موعد تقديم الطلب، حيث يجب تقديم المستندات التالية. أول شيء هلأ سامحوني رح أحكي بسرعة شوي مشان ما أطول عليكم الفيديو، بس رح نحكي بوضوح إن شاء الله. اول شيء مكتوب عنه هون استمارة الطلب، عدد 2. شو يعني عدد 2؟ يعني بدك تطبع من هاي الاستمارة نسختين، تمام؟ نسخة تعملها بياخدوها السفارة، ونسخة هن المنظمة تبعتها كمان لجهة تانية. فانت هذا الموضوع وتعمل نسختين من كل شغلة انت بتختصر على حالك العذاب والوقت، تمام؟ فعنه هون اول شيء استمارة الطلب عدد 2 معبأة وموقعة، توقع طلبات الأطفال من قبل الطرف الأبوي الذي سيرافقهم في السفر. يلي اللي عنده أطفال ما بيحسنوا يوقعوا، ما بيعرفوا لسه قصر أو كذا، بيوقع عنهم الأب أو الأم اللي مسؤولين عنهم بالرحلة وهن طالعين معهم. الرقم 2 عنا صورة شمسية كمان عدد 2. الصورة بدها تكون بحجم 3.5 × 4.5، هي بتجي خصوصي للسفارة الألمانية. انتوا بس تروحوا على استوديو التصوير بتقولوا له اياها بدنا للسفارة الألمانية 3.5 × 4.5، هو بيعرف الموضوع اللي بالنسبة لموضوع الصور للسفارة الألمانية، تمام؟ عنا رقم 3 جواز سفر صالح مع توقيع حامله إذا كان قد أتم السنوات العشر، يعني إذا الجواز صار له 10 سنين وكذا لازم يكون موقع من صاحب الطلب. هون عنا كمان بتعمل نسختين عن كل صفحة البيانات، أي الصفحات الأربعة الأولى الصفحة الأخيرة في حال كان عليها توقيع، وكل الصفحات الأخرى التي تتضمن تأشيرات أو أختاما. يعني بتصوروا أول صفحة وتاني صفحة، وبتصوروا آخر صفحة اللي هي بيكون مكتوب عليها التوقيع، تمام؟ هاي المعلومات بتصوروها، وبالإضافة كاتبينكم هون اللي مسافر بالجواز بتصوروا كل مكان انتم مسافرين عليه، يعني اخذين ختم او تأشيرة على بلد تاني بتصوروها كمان بتحطوها، كمان بتعملوا نسختين، كل شيء عم نذكره بتعملوا منه نسختين نسختين، اتفقنا على هذا الموضوع؟ اتفقنا. هلا عنا رقم 4. هون يدفع رسم الطلب نقدا بالدولار الامريكي بما يعادل 75 يورو للبالغين و37 يورو ونصف للقاصرين. يعني بياخذوا على البالغ 75 يورو بيعادلوا تقريبا هلا بيعادلوا 80 دولار، وبياخذوا على القاصرين 37 يورو ونص بيعادلوا 39 دولار، تمام؟ هي اتفقنا على الرسوم، هدول الرسوم بياخذوهم منكم بس تروحوا لتقدموا الطلب. عندنا رقم 5 قرار الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين اللي هو بامف بشايد الذي يعترف بالشخص الموجود في ألمانيا كلاجئ، بدنا كمان نسختين. هذا القرار شو هو؟ هذا القرار بياخده مين؟ الشخص اللي موجود بألمانيا اللي هو عم يعمل دعوة لم الشمل. هذا بيبعث لكم منه صورة وانتو بتصوروا نسختين. هذا هو، هي ليكو اسمه بامف بشايد. هذا بيجي قرار المحكمة انه نعترفوا فيه كلاجئ بألمانيا، تمام؟ عنا رقم 6 اشعار صيانة المهلة كمان نسختين،
واضحتان ومزودتان بتاريخ الإصدار أو برمز شريطي إذا توفر. يعني إذا كان موجود عليه رمز شريطي بيكون تمام، إذا ما كان الورقة اللي يكون عاطيكم إياها بألمانيا هي كمان بتعملوا منها نسختين وبتاخدوها معكم. شو هو إشعار الصيانة تبع المهلة؟ هذا إشعار الصيانة تبع المهلة، كل مين بيحصل على اللجوء بألمانيا وعنده لم شمل بيروح بيعمل فتح مهلة. هاي الفتح مهلة شو يعني؟ إنه هو بده يمشي بإجراءات لم الشمل، بس بده يحضر الأوراق وبده يضبط الأوراق مشان يقدمها للأوسلندر بيهورد أو للبنف أم بألمانيا. فهي إشعار صيانة المهلة بيروح بيعطوه إياها إنه أنت هلا معك مهلة، قد ما تأخرت ما في مشكلة بتحسن تعمل لم شمل. فهذا القرار بتاخده كمان منه نسختين. عنا رقم 7، في حال لم الشمل إلى الزوج أو الزوجة، بيان الزواج المدني الأصلي مع نسختين، يحمل ختم تصديق السفارة الألمانية في بيروت. وحاطين هون قدام آخر شيء كلمة بيروت حاطين نجمة، شايفين هاي النجمة؟ هاي النجمة اللي حورجيكم شو معناتها. معناتها لهي النجمة مننزل لتحت تحت تحت آخر شيء، تفرجوا كاتبين هون بالإمكان تصديقه في السفارة يوم تقديم الطلب دون حجز موعد مسبق. كيف يعني؟ يعني هن هون ذاكريننا بهاد انه لازم يكون في نسختين ومختوم ومصدق من السفارة الألمانية بيروت. طب انا كيف بدي صدقه انا عم جهز الوراق؟ يعني لازم انا اخذ موعد من السفارة قبل ما اروح اقدم الطلب وروح اقدمه لهاد واخذ لا كاتبيكم شفتوا هاي النجمة، كل شيء بيكون عليه مكتوب نجمة. هلأ عرفوا ان كل شيء مكتوب عليه نجمة هون، مثل ما ورجيتكم انا تحت هون اخر شيء بيكون مكتوب بامكان تصديقه في السفارة يوم تقديم الطلب دون حجز موعد مسبق. يعني انتم بتجهزوا لهاد وبتطلعوا البيان المدني وبتزبطوا الامور كلها على 24 بتصدقوه. طبعا شوفوا هاي الاوراق، هاي انا ما راح احكي مرة تانية، هاي الاوراق اللي عم تطلب منكم كلياتها كلياتها لازم تكون مترجمة من العربي للألماني، بتروحوا عن ترجمان محلف بسوريا أو بأي بلد أنتم موجودين فيها بترجمها، وبعد ما يترجمها بتاخدوا نسختين وبتروحوا بتصدقون من وزارة الخارجية بسوريا. هي عم بحكي أنا عن سوريا هلا، وبنفس الوقت بتنطبق هاي الشغلة على كل البلاد. يعني إذا كان بمصر تصدقها من وزارة الخارجية بمصر، كان بالمغرب، كان بسعودية، وين ما كان بتصدقوها من وزارة الخارجية مع ختم وترجمة. تمام، كل الأوراق اللي عم أنا عم بذكر لكم يا هاي بتكون مترجمة ومصدقة من وزارة الخارجية وجاهزة. تمام، هون تحت شو كاتبيننا؟ في حال ليس للأزواج أطفال يطلب أيضا، يعني حتى اللي متزوجين ولسه ما عندهم أولاد ينطلب منهم هو بيان الزواج المدني. تمام، هذا بتطلعوا عنكم من النفوس لكل شخص للزوج والزوجة إنه بيان مدني عشان يعرفوا حالة الشخص يلي عم بيقدم الطلب إنه متزوج ولا أعزب، بنعرف هذا بالنفوس. وهون حاطين لك تحت عقد الزواج الديني، العقد اللي بيعملوه كمان كتب كتاب الشيخ كمان بيكون معه ورقة، كمان هي بتترجم تتصدق كله بتاخدوها كمان معكم، أو شهادة إثبات الزواج في محكمة. يعني العقد الزواج اللي مثبت في المحكمة كمان هذا بتجيبوه معكم مصدق مترجم كله تمام، أو دعوة تثبت الزواج الصادر. يعني إذا ما عندكم مثلا عقد زواج ديني أو شهادة إثبات زواج في المحكمة، دعوة تثبيت الزواج بدهم ورقة تثبت انه انتم متزوجين واموركم تمام. تمام، عن المحكمة الشرعية، المحكمة الشرعية او عن سلطة اخرى مختصة، المسندات الاصلي مع نسختين. هون كمان قايلكم كمان انه نسختين تحت عنا هون. في حال اتمام الزواج بعد تاريخ اول دخول الزوج الى المانيا، اثبات عن اتقان اللغة الالمانية على مستوى A1 بحسب معايير ALT. وعنا هون يعترف حاليا فقط بالشهادات الصادرة من معهد غوتيه في بيروت. شو معنى هذا الحكي؟ هذا معنى هذا الحكي للناس اللي عم تيجي مثلا على ألمانيا عزابية، وبعد ما يفوت على ألمانيا تزوج، بعد ما تزوج بده يعمل عقد زواج جديد وأمور جديدة وكله تمام، وبده يجيب الزوجة اللي عنده على ألمانيا. فكل مين عم يتزوج جديد إنه بعد ما دخل على ألمانيا هو فات أعزاب وبعدين تزوج، عم يطلبوا من الزوجة أو الزوج اللغة اللي هو مستوى A1 اللي هو المستوى الأول باللغة الألمانية. وحاطيكم هون المعاهد المعترف فيها، كاتبين هون اللي هو من معهد غوتيه في بيروت. تمام، أو أنتوا البلد الموجودين فيها بيكون في معهد معتمد بالنسبة لموضوع شهادة A1. نروح على رقم 8،
في حال لم شمل الأطفال بيان ولادة الأصلي مع نسختين. تاخذوا معكم بيان ولادة الأصلي مع نسختين. طبعا هدول كلياتهم اللي عم بحكي عنهم أنا، بتاخذوا معكم الأصلي وأنتم عاملين نسختين بدهم ياخذوهم منكم هني السفارة والمنظمة، تمام؟ بس بتاخذوا معكم الأصل مشان إذا طلبوا الأصل يكونوا موجودين معكم. هون عم يقولوا لنا يحمل ختم تصديق السفارة الألمانية في بيروت. فرجوا حاطين لنا كمان هون، حاطين لنا إشارة نجمة. هي النجمة مثل ما حكينا إنه هي بتصدقون وتروحوا على الموعد اللي بتاخذوه بالسفارة الألمانية، ما في داعي تروحوا وتاخذوا موعد تصدقوه بعدين ترجعوا تاخذوا موعد لحتى تقدموا الطلب، لا، تاخذوه معكم وقت تروحوا على السفارة وبيتصدقوا أنتم موجودين بالموعد وتقديم الأوراق. هون كاتبين تحت في حالة عدم سفر أحد الوالدين إلى ألمانيا، الإعلان الخطي الأصلي لموافقة الطرف الأبوي غير المسافر على مغادرة الطفل أو الأطفال الدائمة إلى ألمانيا. يعني بهذا الحكي أنه مثلا بده يطلع بده يعمل لم شمل لأولاده مثلا، والأم ما بده يعمل لم شمل، منفصلين هن مثلا، لازم يكون في بيان خطي من طليقته للشخص انه ما عنده مشكلة انه يطلعوا الاولاد على المانيا ويقعدوا دائما بالمانيا. يعني لازم يكون في بيان خطي منها وموقع ومصدق انه هي ما عنده مشكلة انه يطلعوا الاولاد. اذا ما كان في بيان خطي منها موافقة انه يطلعوا الاولاد، الاولاد ما بيحسنوا يقدموا طلبات ويطلعوا، والعكس كمان نفس الشيء. كمان الزوج اذا كان هو موجود بسوريا وزوجته بالمانيا مثلا او طليقته بالمانيا عم تعمل لم شمل للاولاد، كمان الاب لازم يعمل بيان خطي انه موافق على هذا الموضوع. كاتبين لك هون موثق من قبل القضاء او كاتب العدل او نقل حق الحضانه والرعايه القضائي الاصلي الى الطرف الابوي الموجود في المانيا. يعني مثل ما حكينا انه يكون موافقه من الطرفين، كان هذا وكان هذا. هون بعيد من هون ان شاء الله، الله يا ربي يحمي الجميع. في حاله وفاه او فقدان اختفاء احد الوالدين، اذا مثلا يعني الاب مختفي او الام مختفيه وبدهم يعملوا مثلا لم شمل ان كان اب وان كان ام، بس في حدا منهم مختفي، لازم يكون في عندك بيان وفاه، بدك تاخذ معك بيان وفاه او اختفاء اصلي للوالد او الوالده المتوفى او المتوفيه او المفقود او المفقوده، تمام؟ والموافقه الاصليه بالسفر من ولي الامر او الوصي على الاطفال الى الاطفال القاصرين. يعني بده يكون موافقه من الشخص الولي على الأطفال. مين هن بيكون؟ إذا كان الأب لا سمح الله مفقود، الأم هي مسؤولة، فالأم حتكون معهم، وإذا كانت الأم مفقودة الأب هو حيكون موجود فحيكون هو معهم. نروح على رقم 9. رقم 9 بيان قيد عائلي. بيان قيد عائلي، هذا بيان قيد عائلي كمان بيطلع من النفوس، بيان قيد عائلي إنه الزوجة نازلة على اسم الزوج مع الأولاد والأمور كلها تهي. لا يتعدى تاريخ إصداره 6 أشهر، يعني لازم يكون طالع بس إنه ماله أكثر من 6 شهور. عند تقديم الطلب المستند الأصلي مع نسختين يحمل ختم تصديق السفارة الألمانية في بيروت. كمان هون حاطين إشارة نجمة، كمان هذا بيتصدق وقت تقديم الطلب، تمام؟ اتفقنا على هذا الموضوع. عنا رقم 10، بطاقة الإقامة وجواز السفر التابعان للشخص الموجود في ألمانيا. يعني الشخص اللي عم يعمل لم شمل، عم يقدم طلب لم شمل لعائلته إن كان الزوجة أو الزوج، لازم ينبعث صورة عن الإقامة تبع الشخص اللي بألمانيا وجواز السفر اللي موجود كمان معه بألمانيا، ويكونوا واضحين ينبعثوا كمان، بتاخذوا معكم كمان نسختين عن الجهتين الأمامية والخلفية لبطاقة الإقامة وصفحات الجواز المتضمنة معلومات أو أختاما. يعني الإقامة بتتصور وش وقفة، وبالإضافة للجواز بيتصور كل الصفحات اللي بتعطي البيانات عن صاحب الجواز. رقم 11، إفادة السكن الحالية أو عقد الإيجار الحالي للشخص الذي يعيش في ألمانيا. كمان نسختين، حكينا كل الأوراق اللي عم نحكي عنها نسختين. فإفادة السكن الحالية هذا بيسموه هون فونونغ أنميلدونغ، اللي هو بيتثبت بالبلدية، بس تقولوا للشخص اللي بألمانيا بيعرفوا له الفونونغ أنميلدونغ اللي هو تثبيت السكن أو عقد الإيجار، تمام؟ فبتبعتوا هدول الاثنين، يا هاد يا هاد، يعني بتختاروا يا الأنميلدونغ يا عقد الإيجار. عنا هون، لقد تم إعلامي بوضوح بأنني وفقا للمادة
1/82 من القانون الإقامة ملزم بتقديم المستندات الناقصة المشار إليها أعلاه بأقرب وقت ممكن خلال مدة أقصاها كذا أو 3 شهور. بعد مرور هذه المدة من الممكن البت في الملف دون مراعاة أي من أسباب التأخير. يعني هذا الشيء اللي بتحط عليه إشارة صح آخر شيء أنت إنه أنت موافق إنه وفقا للمادة 1/82 إنه يعطوك مهلة مثلا. أنت بتقول لهم بدي مهلة 2 3 4 إنه أنا بس لما أجيب الوراق إذا كان في أوراق ناقصة يعطوك إنه المهلة أنت بتجيب الوراق. هون آخر شيء إذا ما جبت الوراق أنت بالمهلة اللي عطوك إياها هن من حقهم ياخذوا قرار بالملف ويسكروا الملف ويخلصوا من هذا الموضوع. تمام حبايبي؟ هي بالنسبة للأوراق المطلوبة كلياتها بالسفارة الألمانية ببيروت. هون آخر شيء شو كاتبين؟ تفرجوا خلينا نختم الفيديو. يرجى إرسال المستندات الناقصة أو التبليغ عن أي تغيير يعني مقدم الطلب أو قريبه في ألمانيا على أي من العناوين هاي اللي حاطينكم الإيميل وحاطيننا هون تحت الإيميل الثاني كمان مع ذكر رقم الملف في عنوان الرسالة. في شيء اسمه بيقدم الواحد طلب لمشمل بيعطوه في شيء اسمه ريفرنس نمبر. تمام رقم الطلب بتحطوا رقم الطلب وبتبعتوا انتوا ساعتها بتراسلوا الإيميل انه والله مثلا في ورقة بدنا نجيبها في ورقة بدنا نضيفها في ورقة غلط فبتراسلوها على هذا الإيميل. يرجى إرسال المستندات الأصلية الناقصة بالبريد أو تسليمها باليد في ظرف يكتب عليه رقم الملف مرفقا بنسخة عن إيصال تقديم الطلب إلى مركز المساعدة العائلية التابع منظمة الهجرة الدولية POM على العنوان التاني. هاي حاطيكم العنوان التالي يعني إذا طلبوا منكم بريد أنه تبعتون بالبريد يعني تسلمون أوراق فعم يقول لكم تبعتوا على هذا العنوان جبل لبنان المتن بيت الكوكو طريق بكفية الرئيسي بناية قاموح مبنى صالون مسعود. هاي العنوان اللي حاطيكم اياه بالنسبة لهذا الموضوع. تمام حبايبي والأمور إن شاء الله بتكون كلياتها سليمة. هي كل الأوراق المطلوبة بالنسبة لسفارة الألمانية ببيروت. الفيديو الجاي إن شاء الله رح أعملكم فيديو عن طريقة تعباية الطلب عن طريق الأونلاين أو كيف أنه أنت تطبع الطلب عندك وتعبيه أنت عندك عن طريق الكمبيوتر أو تطبعه وتعبيه أنت يدويا. هون حاطين آخر شيء تفرجوه حاطين هون استمارة الطلب. أي وتتفوت أنت على موقع السفارة بتكبس عليها هون استمارة الطلب بتفوت عليها بقوم بيقول لك بيعطيك تعبي معلومات كلها عن هذا الموضوع. رح أورجيكم كيف تفرجوا معي كيف هذا هو الطلب بس نكبس على الاستمارة بيطلع لنا هيك هذا الطلب لازم نعبيه. المرة الجاية إن شاء الله رح أكتب أعملكم فيديو كيف منعبي هذا الطلب. حبايبي بتشكركم لحسن المتابعة إن شاء الله تكونوا استفدتم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملونا لايك بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.